هذا الوضع الانساني البائس الحقيقه الماساوي في ظل مجتمع دولي بائس وسياسه دوليه بائسه ومنظمات حقوقيه عالميه اكثر بؤسا اكثر بؤسا بكتير الوضع عندنا هو الماساه بحد ذاتها اما الصمت والتعتيم والكذب وتبني الروايات الكاذبه فهو البؤس بحد ذاته مصر حملت على عاتقها القضيه القضيه العربيه بشكل عام تاريخيا هي مش بس بالمناسبة قضية الصراع العربي الصهيوني لكن تاريخيا مصر هي من كانت تحمل القضية العربية مصر هي من كانت تصد أي عدوان على المنطقة العربية بأسرها أي محاولة للاحتلال كانت مصر اللي بتصد ممكن أقعد أسرد لك عشرات المعارك وقفت فيها مصر أمام جيوش جت من كل حتة شوية يجي التتار شوية يجي الأوروبيين شوية ييجي الإنجليز شوية ييجي الفرنسويين مصر دائماً تقف لاجل العروبه باسرها مش بس لاجل نفسها مصر. مصر وقفت الحقيقه وقفه شديده الرصانه شديده الصمود شديده الحكمه ممثله في تحركات رئيس الجمهوريه في خمسة رئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الذكاء والحكمه والاصرار والصمود والقوه. لازم تشوف النهارده وتركز جدا جدا في المؤتمر الصحفي اللي عقد على خلفيه اللقاء اللي تم ما بين فخامه الرئيس والمستشار الالماني اولف شولز. وتشوف الرئيس وهو يتحدث على ضروره دخول المساعدات، وتشوف ازاي ان الرئيس قال ووضح واشار بل ودعا إلى أنه المية وخمسة مليون مواطن يقدروا ينزلوا للشوارع ملايين من المصريين ينزلوا للشوارع ليه؟ علشان نجدة أهليهم في فلسطين ودخول المساعدات هذا هو ما أسفر عنه تحديدا نجاح الوساطة الأمريكية في دخول قوافل المساعدات المصرية إذن لولا هذا الصمود والقوة والحكمة والذكاء في إدارة العملية خلال الأيام الماضية والتي لم تكن أياما قليلة وإن قلت بحكم العدد فهي طالت بحكم طول لياليها من قصف واعتداء وقتل وتنكيل في الجانب الفلسطيني من جهة ومكالمات واتصالات ولقاءات مستمرة ما بين الرئيس وزعماء العالم من جهة أخرى فهي من اطول الايام على هذه الامه مش بس على مصر هذه الايام ادارها وقادها الرئيس بمنتهى البراعه كان الاجتماع الاخير مع المستشار الالماني وحديثه لعموم المصريين الرئيس يثق تماما في قدره مصر وقدرته على انفاذ هذا القرار دخول المساعدات للاراضي الفلسطينيه عبر معبر رفح وبشكل مستدام الرئيس لم يكن ليرسل عشرات او مئات الشاحنات المحمله بالاف الاطنان من المساعدات الغذائيه كانت او المهمات العلاجيه والصحيه وما الى ذلك ان لم يكن واثق مية في المية انه بامر ربنا سبحانه وتعالى اولا وبتوفيقه وبالجهد المضني وبالاصرار والحكمه والصمود المصري انه هذه المساعدات هتخش. تحدث الرئيس في خطابه الاخير في المؤتمر الصحفي بعد اجتماعه مع اولف شولتس ثم كانت المكالمه الهاتفيه من جو بايدن لفخامة الرئيس المصري المساعدات هتخش ما هو مصر قالت كلمتها فالشعب المصري هو كمان قال كلمته خد بالك لأنه يقف خلف رئيسه وقائده وزعيمه فنزلت الناس في السبعة وعشرين محافظة فما كان من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها تتوسط بجدية. خدوا الموضوع جد يعني. اكتشفوا وتأكدوا أن المسألة ليست تلويحا وليست كلاما. هذا الرجل يقف خلفه 105 مليون مواطن ويزيد قليلا. هذا الرجل لا يقف وحده. هذا الرجل يقف خلفه شعب بل هو اسمى واكبر واجمل واهم شعب نزلوا في السبعه والعشرين محافظه